السلام عليكم، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير يا رب العالمين. أحبابي، الرقم هذا عند شرائك لأي بطارية مهما كان نوعيتها، لا تحرص على أنها تكون جودة شغلات، ابعد بس عن الهانكوك والإيسيدلكو، لأنهم حقيقة كسبوا سمعة السوق ونزلوا بطاريات جبارة بداية، ثم بعدين يوم الناس صارت ما تأخذ إلا هالبطاريات سحبوا كمية الرصاص منها وخلوها ضعيفة جدا جدا جدا، صارت الواحدة يا دوب تكمل معاك سنة، بعد السنة بشهرين ثلاثة تبدأ تخرب، يعني يروح الضمان وعلى طول تخرب البطاريات. فالنوعيات هذه ابعد عنها، وأي نوع ثاني اطمر فيه وأنت مطمن. يهمنا موضوع الرقم هذا يا أحبابي اللي هو 780. 780 هذا أي رقم تلاقيه زي كذا، بعضها 660 بعضها 500، كل ما كان الرقم عالي كل ما كانت جودة البطارية أفضل على البارد. إيش معنات على البارد أو الكول؟ اللي هي يعني فترة تشغيلها، يعني مثلا أنت في البر مولع عليها لمبات، يعني ممكن تدق معاك 3 ساعات تجي تشغل السيارة حتشتغل. كل ما كان الرقم عالي، كل ما كان الرقم منخفض مثلا 400 500 550 مثلا، ما تكمل معاك 3 ساعات، يعني ساعة ونص أو ساعتين ولازم تشغل السيارة ولا حتطفى عليك البطارية ما تشتغل، يحتاج شحن. فكل ما كان الرقم عالي كل ما كانت ما شاء الله كفاءة البطارية ممتازة على البارد، يعني والسيارة طافية حتكون مسافتها أعلى شوية، يعني تاخذ بك 2 3 4 أكثر. كل ما كان الرقم عالي كل ما كانت تمد معاك أكثر وتستمر معاك البطارية وتشغل السيارة تشتغل معاك. فاحرص دائما على أن الرقم هذا حق الكولد هذا لازم يكون عالي، يعني ما شاء الله البطارية هذه اللي مصورها صاحبنا الله يبارك له يا رب العالمين 780 رقم ممتاز جدا، أغلب اللي موجود في السوق من 500 ل 600، فكل ما كان عالي كل ما كان أفضل. احرص على النقطة هذه أحباب. ومن ناحية الصناعة طب واختر، أنا أخذت نوع بصراحة هندي أول مرة يمكن أشوفه في السوق، لكن كان رقمه عالي وممتاز جدا، داق معايا الآن حدود السنة و8 شهور إلى حد الآن. هانكوك ما كملت معايا سنة وشهر، والأولى كملت معايا 9 شهور وغيرتها على الضمان، الثانية كملت معايا سنة وشهر وخربت. فهانكوك وإيسيدلكو كانت ممتازة لكنها خربت، وصراحة صارت سيئة جدا جدا جدا، يوم كسبوا الناس وكسبوا هذا بصراحة ساءوا.